السجن الأكبر في العالم، غزة بين الرصاص المصبوب وأسوار الاحتجاز. بعد 10 أعوام على المجزرة الدامية بقطاع غزة، ما زالت إسرائيل تخطط لاستخدام قوة وحشية لا تنتهي. عنوان لمقال بصحيفة الجارديان البريطانية للمؤرخ الإسرائيلي لافي شليم، صرح بأنه بعد انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 تحول القطاع إلى أكبر سجن على وجه الأرض. مليون فلسطيني يحاصرون داخل قطاع غزة. عمليات قصف القطاع استمرت على مدار سنوات ولم تتوقف. مجازر كبرى كان أبرزها عملية الرصاص المصبوب عام 2008. 1417 فلسطيني أعزل قتلوا خلال العملية. 313 طفلا لقوا مصرعهم في تلك الفترة. 5500 مصاب من الجانب الفلسطيني. والرصاص المصبوب لم يتوقف. وسط صمت مخز ومستمر من حكام العرب، فإلى متى ستستمر الوحشية المفرطة من الصهاينة تجاه أهل غزة المحاصرين؟ وهل كما صرح الكاتب الإسرائيلي بأن العمليات العسكرية تقليم للشعب الفلسطيني، أم إنها عملية لم ولن تتوقف حتى يتم القضاء على من في هذه الأرض؟ أسئلة تطرح ولكم الإجابة.